السلام عليكم ورحمة الله. كومينيكاسيون اك دو لانجاج، القسم الخامس، ميز ابرونتيساج اون فرونسي. افون ليكوت، افون ليكوت ديال هذا الحوار او الديالوج، جو اوبسيرف اي جو ديكور. عندي هاد الصورة. السؤال الاول يقول اوبسيرف ليماج اي ريبون او كيسيون، يعني انا غادي نشوف فقط الصورة. Que représente cette image? Sur l'image, on voit une journaliste sur un plateau radio et devant elle, une personne qui parle. عندي هاد الصورة، جورناليست، اون بيرسون، وعندو هاد لوبجي فيتو كيهضر، وهادي ستاسيون راديو، هاي الشو راديو، يعني هادي محطة ديال الراديو اللي كد عندها تجري واحد الحوار مع داك الشخص. سؤال رقم اثنان، او بوف تاتخ سي بيرسون، شكون يقدر يكون هادو؟ سي اون جورناليست، صحفية، كي انترفيو اون بيرسون، كتجري واحد الحوار مع واحد الشخص. Qui a créé un objet qu'il tient à la main et dont on parle. يعني عنده هذا الشيء هذا اللي اخترعه وكيهضر عليه وهذيك الصحفية كتستجوبه. أما بالنسبة للسؤال ثلاثة، à ton avis de quoi peuvent-elles parler؟ يعني في نظرك علاش كيقدروا يكونوا يهضروا؟ يهضروا على داك الشيء اللي عنده في يده. Elles peuvent parler de la carrière et les inventions de cette personne. يعني يهضروا على المشوار المهني او المسار العلمي ديال هذاك الشخص هذاك وديال الاختراعات ديالو. نمر الان pendant l'écoute. في هذه الحاله يعني كنت ديجا سمعتي الديالوج وديجا قريتيه، تجاوب على الاسئله. écoute le dialogue et répond aux questions. يعني نصنتو الديالوج للاشاره في ديالوج كاينه في القناه. دو كيل ايميسيون ساجيتيل؟ ايل ساجي دو ليميسيون لي ستار دو لا سيونس. يعني هاد ليميسيون هذا ولا هاد البرنامج سميتو لي ستار دو لا سيونس. كومون سابيل لانفيتي دو ليميسيون؟ هذاك الشخص المدعو هذا شنو سميتو؟ Elle s'appelle, l'invité de l'émission s'appelle Rachid Yazami. Hada mokhtari maghribi. Où a-t-il fait ses études? Yani fin qara, yani tkounou deja tstansantou l'hiwar. Elle a fait ses études au Maroc, qara fil maghrib, et en France, puis en France. Où il a obtenu un doctorat en électrochimie. يعني ومن بعد مشى كمل فرنسا حصل على الدكتوراه في الكتروشيمي. سؤال رقم 4، sur quoi veut être informée la journaliste au début de l'interview؟ يعني في البدايه ديال الحوار شنو بغات تعرف؟ au début de l'interview la journaliste veut être informée sur le parcours scolaire، يعني المسار الدراسي de l'inventeur، يعني ديال هاد المخترع. والسؤال رقم 5، qu'apprenons-nous sur l'invention؟ شنو تعلمنا من ديك الاختراع؟ nous apprenons qu'il s'agit de l'anode utilisée dans plus de 90% des batteries rechargeables et que l'invention a été créée en 1980. يعني هاد الاختراع ديالو اخترعو في 1980 سميتو لانود، وهي كتستعمل في 95% من البطاريات اللي كتشارجا بحال البطارية مثلا ديال الهاتف ريشارجابل. نمر الان الى السؤال رقم 6، Combien cet inventeur a-t-il de brevets
et de publication scientifique. يعني هاد البروفي كتعني دوك الدبلومات اللي عنده ولي بيبليكاسيون يعني المقالات العلمية اللي نشرها. حسب ما كاين في الديالوج سيت ان فونتور ا 155 بروفي انريجستري اي بلوس دو 250 بوبليكاسيون سيانتيفيك. عنده اكثر من 250 مقالة علمية و 150 بروفي انريجستري. سؤال رقم 7 Que penses-tu de cette invention? À quoi peut-elle servir? Chacun a la réponse d'Yalo. C'est une très grande invention qui a un impact positif dans le domaine des batteries et utilisée dans plus de 85% des batteries rechargeables. يمكن لك تختار في اي حاجه بغيتي تكتبها في هذا السؤال. يعني كل واحد عنده الاجابه ديالو، لان هذا كل ما لدينا في هذا الدرس. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. السلام عليكم ورحمه الله.